شكرا لهيفا وهبي، وبعتقد صار وقت الاعلان هلا عن نتائج التصويت. النومينيز الثلاثه رح يوقفوا على وسط المسرح، تفضلوا. محمد سراج من مصر، 21 سنة، مترو 92 سنتيمتر، شعبية قوية بين رفاقه وبين الجمهور. يحيى من الأردن، من عمر سراج تقريبا، بس مع هالوقفة للمرة الثانية يمكن كبرته سنتين. يحيى بالبرايم الماضي حقق نسبة تصويت عالية، ما بعرف الليلة إذا رح تكون نسخة عن ليلة 27 مارس. خولة من المغرب، أول مرة بتعيش هالاختبار. خولة صاحبة الصوت الجميل، ناطرة تشوف حجم شعبيتها بالعالم العربي. بين الشابين والصبية، مين خلص الجمهور ولمين أعطى أعلى نسبة من الأصوات؟ حتما في اسم رح يكون بالمقدمة. النتيجة قربت تظهر ونحن بانتظارها. إذا النتيجة رح تظهر على الشاشة، مين نال أعلى نسبة؟ مبروك لخولة. خولة من المغرب، ألف مبروك خولة. خولة بترجع بتنضم إذا لزملائها، وبيبقى معنا محمد سراج ويحيى حتى يختاروا الطلاب بيناتهم. ورح نبقى مع اول صوت مع آية. تفضلي آية. انا بحبك قوي يا يحيى، بس محمد سراج ابن بلدي. محمد سراج اول نجمة. اذا لمحمد سراج، تفضلي بليز. لارا افري ذا موينز بس سراج. نجمتين لسراج عبد العزيز. سراج تعرف ايش قد احبك، بس نعطي فرصه يحيى. نجمتين لسراج ونجمه ليحيى. ديالا سراج ابن بلدي ويحيى ابن بلدي، بس يحيى عايز ادي له فرصه اصوت لابن بلدي يحيى. اذا نجمتين ليحيى، نجمتين لسراج. تفضل ابراهيم. يحيى انت اخوي واحبك، بس انا احب سراج وتعرفت عليه اول واحد سراج. ثلاث نجوم لسراج ونجمتين ليحيى. ميشيل رميح. انا بعدل يحيى. ثلاث نجوم ليحيى، ثلاث نجوم لسراج. زاهر بتعرف انت حبيبي يحيى، بس سراج. اربعة سراج، ثلاثة يحيى. ميشيل سراج بحبها كثير، بس يحيى. اربعة باربعة، محمد تاش. سراج حبيبي سامحني، بس يحيى. خمسة ليحيى وأربعة لسراج. تانيا وهي ربح. تانيا ما فهمت. يحيى يحيى يحيى. أوكي خمس ستة ليحيى. إذن سراج، سراج مش عايز عليا بزاف، ولكن يحيى. يحيى سبعة ليحيى، أربعة لسراج. تفضل ناصر. سراج حبيبي، بس الأردن. إذن مشاهدينا هيك بنودي محمد سراج، لأن الطلاب اختاروا يحيى يبقى معهم بالأكاديمية. وبتمنى تكونوا مضيتوا معنا برايم حافل وممتع. ما تنسوا تلاقوني بكرة باليومية، تصبحوا على ألف خير.